بسم الله الرحمن الرحيم. قناة ناصر للتنس الأرضي والأكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. من خلال الأكاديمية احنا طبعا شغالين في المعلومات البسيطة الصغيرة اللي هي تعلم، اللي هي من يعني أسبابها أو أساسها ثقافة التنس. معلومة صغيرة جدا أحفظها أعرفها، معلومة مع معلومة بتعمل عدة معلومات، بتعمل ثقافة لدى الأفراد أو لدى المحبين التنس. النهارده معانا معلومه جميله جدا عن المسافات بين الملاعب. المسافات بين الملاعب، اي ملعب تنس لابد ان يكون فيه مسافات قانونيه. المسافه القانونيه سواء على الجنب اليمين او الجنب الشمال او خلف اللاعب، يبقى في كام هنا بقى، في كام مسافه، مسافه على اليمين، مسافه على شمال الملعب، دي ارض غير الارض الداخليه اللي خاصه بالبلاي جراوند اللي هو خاصه بالملعب يعني، دي ارض تانيه بتبقى للاعب عشان ياخد راحته لما يجي يرجع ورا او يجي على الجناب او يجي على الشمال او على اليمين. طب المقاسات القانونيه تبقى كام؟ عندما تقام البطولات الدوليه في مثلا في كاس ديفيز او في بطولات الجراند سلام الاربعه اللي هي استراليا المفتوحه وامريكا المفتوحه وامريكا المفتوحه والبيردن ورولان جاروس الاربعه اللي هم جراند سلام. البطولات ديت لما طبعا بطولات رسميه، الاتحاد الدولي للتنس بيكون هناك مسافات خلف كل خط، خلف كل خط قاعده بيبقى حوالي قد ايه بقى؟ خلف الملعب 6 متر و4 سم، لازم ورا اللاعب وراه 6 متر و4 سم، دي معموله بالقدم. واحد يقول لك 4 سم دي عفوا 4 سم لان 21 قدم، 21 قدم بيعملوا 4 6 متر و4 سم. طيب على الجوانب لا يقل عن 12 قدم، 12 قدم تقريبا 3 متر 66 سم. يبقى على الجنب اليمين 3 متر 66 سم، الجنب الشمال 3 متر 66 سم. خلف الملعب من ورا بالنسبة للعيب 6 متر و4 سم. شكرا والى اللقاء في اليوم.